السلام عليكم. في الفيديو غادي ان شاء الله نشوف طريقه تغيير الماء تاع السياره. السياره لهنا فيها غير لو ديستيلي بالك الماء المقطر. كنت درت فيديو قبل على تنظيف دور التبريد هذه او تنظيف القرعه هذه تاع الماء تاعني. لهنا راح نستعمل جيتراز والماء المقطر نخلطهم. ولهنا تاني عندنا تيرموستات تاني نشوف طريقه التركيب تاعها. هذا الجوع تاعها تاني ونبداو. باش نحطو الماء القديم لازم تكون السيارة باردة. هكذا ونخلو الماء يحبط داخلو. هكذا بعد ما حبطنا الماء نجو باش نديسيري نحيو لابيب هادي تاع تيرموستا بالبانساكولي. نحل هاد لاديريت هادي نحيها وعندي لي بولونات هادوما بديس. عندي هادا ولي تحتو بديس ولا بسانك عالا. هكدايا باش نحي لابيب دوانا هاديك باش نركب تيرموستا. نحيت الانترناتور نحيت الاخر طوندر تاعو هاديك باش نربح لي تاع لهنايا نقدر نخدم اغاز. هاديك لابيب فيها جبرونة هكذا مفتاح 10 ولا 5 آلام. الجوا تاعها هكذا نركبو التيرموستا. التيرموستا هايليك غير ما نطفتها. الجوا تاعها هايليك لابيب هاكا نركبوها. الجهة هادي هي اللي تجي لداخل. هادي ما تحب تركبها هكذا ما تركبش. كيما شتو هكذا التيرموستا ركبناها وبقى لي نعاود نرجع الانترناتور والبوندير تاعو. هكذا دوك انا كملت ونطيت كلش القرعة لابيب هاديك تيرموستا رجعت الانترناتور يديري دير ديري هاديك تحت انا اللي نحيناها لما كاع فرغتو اللي كان فيها وديك الماء اللي كان فيها. دوك انا نروحو نوجدو الماء هذاك جديد. دوك انا راح نخلطها هدايا فيه ليتر ونص راح نخلطو مع البيدون هذا فيه 5 وما يكتبوا لك لهنا يفتح عليه ما تعمل لك كاتبين لك لهنا كيفاش دير. ثم كي تكون هنا الدرجه ناقص 18 يقول لك قرعه كيما هذه فيها كيما هذه فيها ليتر ونص. ثم تخلطها مع 3 ليترات كيما حنا عندنا سخانه ندير كاع هذا حتى هذا قد ما يكون قاسح قد ما يوليش سخانه بزاف. نخلطهم هامليك بعد ما كملت خلطتهم. دوكا نبداو نعمرو في القرعة. استعملوا اي حاجة هكا باش ما يدفق لكمش الماء هذا. نبدا نعملها بشوية ونخليها يهبط يهبط. باش من بعد كي تبارجا ما تطولش. هاتش هادو ما هي تبرجي روحها ما فيهاش بلاصة من تبرجيها تخرج لهوا ولا.
وبعد كي نشوف الماء هذاك اللي درتو هي طافيه هكذاك يولي خلاص ما يزغطش، ثم نوضها وندير لها الماء بشويه ونخليها هي تبرد شويه، راح تبدا تخرج في الهواء هذاك. راكم تشوفوا الهواء هذاك شنو يخرج، نبدا نزيد لها بالعقل بلا دوك. راكم تشوفوا السخانه لهنا راهي في التسعير، والماء ولك في الماكسيموم. هنا تكملت برجات، هنا لحقنا لافان تاع لافيديو هذه. نتمنى الفيديو هذا ان شاء الله تفيدكم، والسلام عليكم.